يحتفل العالم بالثاني والعشرين من شهر مارس بكل عام باليوم العالمي للمياه، وذلك ضمن الجهود الدولية لتعزيز تكاتف الجهود الدولية والإقليمية في المحافظة على الثروة المائية للأجيال الحالية والمستقبلية. وفي هذا الصدد أكد سعادة النائب محمد خليفة بحمود عضو مجلس النواب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئية بالمجلس، أكد في مداخلة هاتفية في نشرة سابقة أن مملكة البحرين قطعت أشواطاً كبيرة في مجال الاستدامة المائية والتي تأتي دعماً لأهداف التنمية المستدامة. مملكة البحرين في هذا المجال قطعت أشواط كبيرة في مجال الاستدامة المائية، لعل ينصب التركيز الأساسي فيه على دعم الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، والذي يركز على إتاحة المياه للجميع بحلول عام 2030، حيث وهذا المبهج في الأمر حققت مملكة البحرين هذا الهدف. لا شك بأن هناك خطط طبعا وجهود تبذلها الحكومة المواطرة ممثلة في هيئة الكهرباء والماء، ركزت على الاستثمار في البنية التحتية لمياه الشرب في مملكة البحرين عن طريق طبعا محطات إنتاج وشبكات النقل والتوزيع. اليوم تقريبا مملكة البحرين تنتج 183 مليون جالون يوميا، وهناك خطط مستقبلية لزيادته طبعا بزيادة تقريبا 50 مليون خلال عام القادم تقريبا 22.